أخبار اليوم. على مدى 70 يوم جلسات تحضيرية عديدة يصل عددها لـ20 جلسة تقريبا، تم مناقشة كل أوراق العمل المعروضة قدام المؤتمر ووضع مشروع للتوصيات والمقررات بالحوار بين مجتمع الأعمال والخبراء والمسؤولين. بنتابع في هذا المؤتمر اللي تم خلال عام من انعقاد المؤتمر الثاني، بنتابع اللي جرى بعد مؤتمر شرم الشيخ، بنشوف السلبيات فين بتصدر. هي الحقيقة مش هتبقى توصيات، هي هتبقى مقررات، لأنها بالتوافق بين الحكومة وبين مجتمع الأعمال في مختلف القطاعات. وأنا يعني إحنا قدامنا إن شاء الله، أنا متعشم خير بإذن الله. يمكن هنسمع في الجلسة اللي هتبدأ دلوقتي قرارات مهمة وخطوات مهمة فيما يتعلق بالأراضي، هنسمعها من الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار، وهنشوف المقررات إن شاء الله اللي هتنتهي ليه الجلسات القطاعية والجلسات العامة. شوف حضرتك، القطاع الخاص بيبحث عن الربح، ومصر تاني أعلى دولة في العالم في عائد الاستثمار، فالاستثمارات رابحة. لو ما كانش الاستثمارات المصريين رابحة هنا، ما كانش المستثمرين الأجانب هيجوا هنا. اللي بتعمله الحكومة إنها بتشوف حق المجتمع وبتذلل العقبات، وفي نفس الوقت بتشوف زي ما بقول لحضرتك حق المجتمع في الضرائب وفي الجمارك وفي غيرها. بيتم مناقشة بعض الأشياء اللي بتعرقل الاستثمار، بتعرقل نشاط المشروعات، بنعالج موضوع المصانع المتوقفة، بتعرض خطط التنمية في مختلف المناطق، سواء في منطقة محور قناة السويس أو في المثلث الذهبي أو في المدينة المليونية أو العاصمة في العالمين أو العاصمة الجديدة أو مشروع المليون ونص مليون فدان. وبتسمع تشوف رؤى الخبراء إزاي نحن نسرع بهذه المشروعات، إزاي نحن نستفيد من تجارب الدول الأخرى اللي بتحقق إنجازات عالية جدا وبتحقق طفرات في معدلات النمو. وعلى ضوء التجارب وعلى ضوء المناقشات بيتم بلورة المقررات، واحنا بنتابعها من خلال الأمانة الدائمة للمؤتمر بإذن الله.